اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار. تونس تعيش اليوم على وقع الانتخابات التشريعية، حوارات نفتحها بين المترشحين للدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب. هذا الحوار من المفروض انه يكون بحضور كل من السيد ريم صغير والسيد عادل سكولي الهيئة الفرعية للانتخابات نابل واحد الدائرة الانتخابية منزل بوزلفة الميدا، ولكن يتغيب علينا السي عادل سكولي وسيقتصر الحوار فقط مع السيدة ريم صغير. نذكر أنه الحوار ينقسم إلى 4 محاور رئيسية، وكل جزء أو سؤال يتم الإجابة عليه في دقيقتين لا أكثر. إذا كان حاضرة نجم نبدأ، والوقت باش يكون أمامك على الشاشة. إذا الحوار الأول مع السؤال الأول، لو كنت عرفنا بروحك في دقيقتين. طب مرحبا، مرحبا بشباب نابل، مرحبا بمنارة ولاية نابل الاقتصادية إن شاء الله. نقدم روحي ريم الصغير، أستاذ التربية البدنية، العنوان معهد الميدا، شارع الحرية 8044. ترشحنا إلى من الدور الأول إلى الثاني، صدرية 1970. ثقتكم غالية اللي أعطيتوها لي في الدور الأول، نخاطب طوف الجمهور باعتبارنا احنا كنا المفروض في مقابله. هكا تو نكوروا وحدنا ان شاء الله. ثقتكم غاليه وراكم يا جمهور، معناها راكم في القليب. اليوم باش ان شاء الله باش نعطوا رسائل طمانينه، باش نبعثوا الامل، باش نبعثوا معناها نجم نقول لك رسائل بكل اللغات، to be or not to be. You must give hope للشباب، لقاعدة الشباب في الميدا، في ولاية نابل، في منزل بوزلفة المريضة، في تونس، لأن احنا نواب شعب، لأن احنا يعني يتحملنا المسؤولية، إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية هذه. إذا نتوجهوا للسؤال الثاني، والسؤال يقول لو تعطينا فكرة أو لمحة عن برنامجكم الانتخابي. برنامجي الانتخابي هو برنامج أولا واقعي، إنساني، ميداني، ذو قطبين، يتحرك معناها ما بين قطبين. قطب أول هو التطهير، وانت تنجم تفهم التطهير كما تفهمين التطهير. والقطب الثاني هو الطاقات المتجددة، وبين القطبين هذه ارتسم مسار سميناه تنمية صحة ورياضة. علاش تنمية؟ لأن معناها وقع اجتثاث النقطة السوداء في مستوى البنية التحتية اللي هي التطهير. الصحة معناها صحة فرد فمجتمع فوطن. ولماذا الرياضة؟ الرياضة لأنني أقصيت أولا من جراء قانون انتخابي جائر في ينظم البلديات، تقصيت من لجنة الرياضة اللي أنا عندي رؤية للشباب. دونك تنمية الرياضة. لماذا؟ لأن الرياضة الأكيد هي محرك أساسي للشعوب، ولكن العديد من الصعوبات ارتسمت أمام دائرة منزل بوزلفة الميدا، وحالة دون معناها تجسيد هذا المخطط الاستثماري الإنساني اللي نجم ساسورا كوبي كولي. أنا معناها في الأوتوماتيزم وفي الشباب الانفورماتيك والدنيا، معناها أن شون ليكسيكال سورا كوبي كولي ميدا منزل بوزلفة. دونك منزل بوزلفة نابل، دونك نابل في كامل تراب الجمهورية من بنزرت حتى بنغردير. إذا يعد برنامج ثلاثي الأبعاد، هذا فيه رؤية للشباب، فيه رؤية للاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر، وفيه رؤية للسياحة، فيه رؤية للتجارة، وفيه رؤية خاصة انتهى التوقيت سيد ريم صغير. نتعدوا لي السؤال الثالث، ما هي تصوراتكم حول تحسين وضعية الشباب في نابل؟ احنا انا قلنا تويك تحسين وضعيه الشباب كيفاش باش تكون. اباس لازمني نعمل ابيل انا للقاعده. القاعده نحن في مسار انتخابي، انتم في مسار انتخابي جديد على الافراد وعلى الشخصيات.
الشخصيات هي ولدت معناها في بيئه اجتماعيه معينه، بالضروره انها واليا انها باش تكون معناها اذا البيئه سليمه معناها باش تكون فاعله. اليوم ان شاء الله معناها ترشحنا الى مسؤوليه في فكر نيابي جديد، معناها لازمنا نرجعوا تويكا للقاعده نتاعنا اللي هما شباب ولايه نابل للتكوين السياسي، وعلينا ان نضحض تماما مع ما هو سابق، مع الانظمه الحزبيه السابقه، مع المسار السابق، وكل ما يدلي ودلي اللي احنا اليوم معناها كتشوفوا شباب في بالكم فما دبابه امام مجلس النيابي نتاعكم هكا ولا يعني مؤسسات الدولة ما فماش، يعني توريد ما فماش، يعني تصدير ما فماش، يعني دورة اقتصادية ما فماش، يعني علاقات خارجية ما فماش. وانتم في بالكم عاد بالوضع الاقتصادي متاعنا الهش، الوضع الاجتماعي الهش، والوضع الثقافي الهش. يعني اليوم لازم فما إصلاح على مستوى التعليم مثلا، لازم فما الإصلاح زيادة على المستويات الكل، على مستوى القطاعات الخدماتية، كل الإصلاح يكون باش بالشباب. الشباب اليوم لازم تتحط له، كي نرجع له تتحط له سياسة الصناعة الذكية للموارد البشرية، خطر عنا كان المادة الشخمة، احنا فما زعيم قال هذه عنا كان المادة الشخمة، وكان تبعته زيادة الفكر الرئاسي قالك عنا الموارد البشرية وإلى التدعيم الذاتي والاكتفاء الذاتي في جميع المجالات. انتهى التوقيت السيد ريم صغير، نتعدى للمحور الرابع والأخير، مساحة حرة للحديث بينكم وبين نخبيكم، ما هي الرسالة الموجهة؟ الرسالة الموجهة دونك نمشي ونرجعوا لل أول حاجة لازمني نعمل أبيل لولاية نابل وشباب ولاية نابل إنه ياخذ دستور 2022 به ويدرسوا فصلا فصلا فصلا، لأن الفصول تهمنا، فصول تهمنا زاد باش وقفنا في المالية في الصعوبات قبيلي، كانت معناها كان تربطوا الأحداث، ولازم معناها التفكير نتاعكم يتركز على الحوار وتربطوا الأحداث. اللي المخطط الاستثماري هذا يعني يقع فما صعوبات على مستوى الماليه العموميه للدوله، دولتنا معناها مصاريف طالعه ومداخل، منين باش نجيبوا المداخل، وعلى مستوى التنميه والاستثمار ما عندناش تنميه، وعلى مستوى التشريعات والقوانين خاصه التشريعات والقوانين اللي هي لازم ننظروا فيها نغيروها باش تكون صالحة لكل زمان ومكان، وترجع بالضرورة إلى الشباب، ترجع بالضرورة إلى مواطن الإنسان. كما قوانين المرأة الريفية في سيدي بوعلي، المرأة الريفية لازمها تكون حاضرة في نجاح تلك المرأة الريفية، خبز الطابونة والدنيا والشيء معناها لازمها تكون حاضرة. أنت توكي تعملي سياحة جبلية وتنمي كل شيء بين الجبل وبين البحر، باركور المدام ريم هكا ولا باش تخلق باركور ولا كي نعمل سياحه بين السياحه الجبليه والبحر، فما باركور نتاع رياضه. دونك فما صحه فرد، فما صحه مجتمع، فما صحه وطن. بالنسبه لتقسيم الاقاليم، تقسيم الاقاليم جاب لنا احسن حاجه هي الرحمه بيناتنا بين الدائره بين منزل بوزلفه والميدا ان شاء الله، وتكون فيها قطب فلاحي وفيها قطب تشغيلي. نهاية هذا الحوار سيدة ريم صغير، شكرا وبالتوفيق لك. يعيش كمان، ميرسي بيان، وما تنساوش دستوركم تشريوه.